حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قناه اون تايم سبورتس، لسه مستمرين مع حضراتكم والاستوديو التحليل الخاص بهذا اللقاء، اللقاء اللي هجمع بعد قليل فريقي انبي ومصر للمقصه للتعرف على التشكيلات وطبعا اخر الامور الفنيه لكل فريق مع زميلي العزيز المتالق من ملعب المباراه من استاد بيترو سبورت مباشره الزميل العزيز محمد طه. محمد كل سنه وانت طيب، واكيد حابين نعرف منك اخر اخبار كلا الفريقين. برحب بك زميلي محمد غانم، واكيد طبعا كل سنه وانت طيب، وبرحب بضيوفك وكل مشاهدي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد نحن على موعد الليله هنا في استاد بيترو سبورت مع واحده من المباريات التي ستتسم يعني حسب معطياتها بجمل فنيه، ومباراه ستكون قويه بالنسبه لفريق انبي الذي يبحث بشكل جيد جدا عن الثلاث نقاط في هذه المواجهه، وذلك كمان اتضح من خلال المحاضرات الفنيه التي كانت فيها لغه الحده والعنف من الكابتن حلمي طولان للاعبيه بعد كمية الأخطاء الكبيرة التي وصفها لهم من خلال شرحه في المحاضرات الفنية الأخيرة عن الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الأهلي، وعن كمية الأخطاء والتمركز الخاطئ للدفاع، وأيضا الربط بين خط الوسط وفقدان الكرة بشكل كبير جدا. كانت لغة العنف أو لغة التعنيف كبيرة بين الكابتن حلمي طولان ولاعبيه، بالتأكيد حاولوا بشكل كبير يوعدوه النهاردة أن هم يصلحوا هذه الأخطاء. يمكن بيغيب عن المباراة عبد الرحمن عامر ومحمد مرسي ومحمود غالي. على الجانب الآخر فريق المقصة واللي وصل من لحظات بالتأكيد بيبحث بكل هدوء مع الكابتن عظيمة بالاستمرار في النتائج الإيجابية بشكل كبير جدا، وكانت المحاضرات الفنية على العكس في الجانب الآخر هادئة وكلها ثقة واطمئنان حتى يحصد الفريق الثلاث نقاط. بيغيب عن فريق المقصة محمد دسوقي اللي حصل على طرد في المباراة السابقة، ومحسن فتحي للإصابة. يمكن خليني أقول لك درجة الحرارة هنا 29 درجة مئوية، يستعد الفريقان لإجراء عمليات الإحماء. غانم إليك الكلام الآن، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز محمد طه اللي وفانا بالاخبار الفنيه لكلا الفريقين سواء فريق انبي او مصر للمقاصه، استعدادا لانطلاق هذا اللقاء من ضمن مباريات الجوله ال19. نطلع